هون بعلم الشعب امبارح او وقت امبارح كانوا الشباب فوق عم بطفوا وصار عليهم ضرب فاضطروا الشباب ينسحبوا من فوق نزلوا دغري. هيدي المهمة كانت عم صار في احتراق للأحراش عالنقورة لبونة علم الشعب الظهيرة. كان فرقنا الدفاع المدني اللبناني عم تشتغل طول النهار فالحرايق صارت تمتد من منطقة لمنطقة. تعرضنا نار وقت العصر لإطلاق نار قذائف فكان التنسيق مع الجيش اللبناني إنه نطول بيننا شوي لحتى ناخد عبر اليونيفيل نطلع نطفي. أخذنا الإذن فابتدأنا بالإطفاء النار بمنطقة علمة. حوالي ثلث ساعة صار إطلاق النار مباشر علينا على آلياتنا بعد أمطار قليلة فاضطرينا بالانسحاب. امبارح كان عم نطفي على الحدود منطقة اسمها دستان منطقة كتريشي. هون عم نطفي صار عم نطفي نحن على جنب حق الألغام كان بيبعد عن الأطفائية تقريبا شي 5 أمتار العلامات وعلى حق البينين وقدام الأطفائية كان بلش يتفجر الألغام فجر تحديدا بتقريبا شي 20 لغم أرضي. من أول طلقة صارت من لبنان أو على لبنان أنا موجود بالمركز. من وقتها لهلا ما بعرف شيء عن الحياة العائلية، ما بعرف شيء عن الحياة المدنية، ما بعرف إلا دفاع مدني. هدفك لغيت كل شيء بحياتك وركزت على المركز وكيف تطلع نفذ المهم تاخد تنزل، ما عندنا أولوية تانية هلا صراحة. فرقت حياة 90% من بين إنه أنت عايش بسلام ولا عايش بحرب، فرق كتير كبير. لك هلا أنت هون دفاع مدني عايشين نحن بقلب مدينة اجواء حرب ما لنا كثير فيها، بتطلع انت بعد 2 كيلومتر 3 كيلومتر من المدينه بصير بجو حرب كليا، معزول عن العالم، سيارات ما في، عالم ما في، بس بتشوف بيوت مهدمه، بيوت محروقه، شجر مقطع على الارض مطاير، بتقول انا وين كنت وين صرت يعني، بدك 4-5 دقائق رجع تركلج امورك. فرق بين 2006 وهلا ما كان صعد مركز دفاع مدني انضرب بال 2006 بس ما كان استهداف مباشر على الطرقات او استهداف مباشر خلال العمليات، هلا احنا عم نستهدف خلال العمليات. بال 2006 حرب ال 2006 هيدي كانت اول حرب علي كانت، كان لي نصيب فيها بتستشهد بنتي يعني وتصوت مرتي وتصوبت انا ببور بيروت مرفق بور بيروت، كان لنا دور كمان كان مديريه عامه للدفاع المدني كمان بقينا 31 يوم اشتغلنا كمان كانت مثل الحرب. اكيد يعني الدفاع المدني عندنا نقص نحن بس المدرية عملية الأشهر الأساسية نقدر نشتغل فيها بس في عندنا نقص بالتأمين الأسعافات الأولية دائما عندنا مشكلة بالبنزين مشكلة كبيرة بالبنزين كمان علي عم يأمن بنزين وقت من جيبته الخاصة بيأمن أكثر نحن عم نعاني بالمحروقات صراحة. لك نحن ناس بالنهاية وعنا قلوب وعنا بشر فيش حدا فينا ما بيفزع بس صدق كون على يقين إنه الشباب ما بدهم يخلوا بدهم يكفوا بالإطفاء رغم الضرب علينا فكنا متمسكين إنه نطفي بالنهاية هيدي أرضنا وبلدنا.